الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي لباتناد هي كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. وقيبت لسو أروريي فوائد ها شيخ سو أروريي محاكمة الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه. قفك إلى ذاتك عفية الله بأسينا عفينيه، ومن سامح أخاه في إساءته سامحه الله في إساءته. قفك ضدك كعفية سامحه سكرافة وحي أي كسميين وحمانة إساقنا ربي با كرافة وحي دنوب أو سميي. قفك ضدك أرافة أو كجيد سيدة أو كين ضلابة إلهي با إساقنا أرافة. قفك ضدك كؤد أتكاذا إساقنا الله كو أدكينيا. الله سبحانه وتعالى وكل تعامل يا أدونك في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم. سو ضدك أولا رقم يوه أو ضدك إساق وحكسم يا سو أولا رقم أبو إله إساق أولا رقم ياه. فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان قفك جعل مركا إنو ربي سبحانه وتعالى حمان تروح ليه إحسان يوناك وبدلو ما جعش هاي إن دبا تضا حمانت على الدنوب تادي إلهي إحسان يوناك وبدلو وكار رافو فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان أدقونا الددك حمانت أي كوكو سامين أيان وناك وبدل أدقو شرعي مركا لفيريو يعني سامين كرا إنتي لغو سميي. هذا مع ذلك إن عفو إلهي قال تقول سكرنا أفتول إحسان سمي سبعنا كخير بطن سلو القرآن كبا إنه أدينا يو. طيب تأمل بل واحد كفر ستا الخلق، هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوانات هو خلق الحياة. وحاجرت أرن وبن آدم كجون ليه حيوانات ككل أردن إلهي أورا وخلقين أين لهين ووحل لنا الحياة. الحياة وقوة ضابطة حياة وعلى سلي سبا قفك وحك استو الدم بيقو الربعين الصميعيو وحك علياي وحشوت كويا مالكو الربعين بانشيق وحك عليا وحشوت دم بيقو كعلي وحكور وكعليا وحشوت مالك خلق الحياة والذي هو من أفضل الأخلاق. أخلاق لو أنا كان وفي عن وقدر أهان وناكسن ونعفي بدن وخاصية الإنسانية وابن آدم كوح وقوني لليه. فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وبور قف كاسي سوى هذه المركة كوي حشوط قف كاسي وأنقف وكم مغضاها دي ابن آدم إنما حق هذا جركيسان إيو أمبا كم مغضم مؤغيه لكن ما لها وخير أنا كمجره ليس معه من الخير شيء وخير أنا قفك ما لها دو حشوت كروح وكتغو وحويا قيمه سوو بابا. إذا كان للذنوب عقوبات ولا بد حديد دنبغ أي عقوبة ليه وانا لقم مارمان إنو دنبغ عقوبة يشيه عقوبة أدونك. فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت قفك انتو صلما وحي كرعا أيا خير له مما بعده وأيسر وأسهل كثيرا. يعني انت لما تكذب لما شاه كذب إن لغو قبصده ولغا قويه ولغو عقابه وحاكفي عن انت نوشة هاي وحي كرعا مركا لنعرفتها وانكسو هذا اللي وحانا وي قفك ادونك انتو جوغا وحا كرعا oo xanuun ah oo jirra ah oo geeridii kale kusoo maraysay iyo waxyaabaha kusoo mara oo dhan waxaas ruuxa soo maraya intuu adduunka joogo ayaa uga roon oo kulli dambi dhaafba u yihiin. xataa shawkatu yushaaku biwaaki rasuulkulah xataa qodaxda ku mudaysa waa dambi dhaaf. maxaad u malaynaysaa qof cudurada halista ku dhacayaan oo rafaaday oo aadi aad ula rafaaday qofkaana dembigiisa inuu dhammaaday baa loo rajayn aakharaad uu tagana isagoo dembi la-aana inuu tago ayaa loo rajaynayaa. khusa dhakaru waxaa gooni lagu yeelay ragga
in ilaahay ku qurxiyey baa layidhi wejigooda bilixya gadhka inuu ilaah ku qurxiyey. Yacni garhku waa qurux, waa waqaaran, waa heybatan, waa jamaalan, waa qurux ilaahay uu ruuxa siiyey wey, waa fasli uu ku kala saaray isagii caruurnimadii. Caruurnimada iyo qofka inuu rag noqday baa lagu kala bixiyaa. Waa farqi u dhexeeya isaga iyo dumarka u dhexeeya. Marka quruxdii ilaahay qofkaas siiyey, hadduu qofkii zuuliye ka waran oo garhkiisa xiiro, xaaliq uu iska dhigo, dumarkiisu ekaysiiyo, haddana maanta dee dad badan baaba iska dhaaf gar la xiira eh, hay-adoodii bedela oo rag badan baa dumar iska dhiga. Waxyaabaha aad arakaysaan ee adduunka idin soo maraya waa waxaad la yaabayso. Waxaa qiso cajab badan oo anigu arkay haddaad idiin sheego. Baabuurka meesha aan dhigto oo gurigeyga dhinaciisa ah, waxaa baarkinka igu xiga dhigta qof.